تعادل سلبي بدون أهداف في ختام مباريات الأهلي والمصري هذا الموسم في تجربة جيدة للاعبي النادي الأهلي اليوم. كابتن شريف، تعادل سلبي وإن كانت المباراة تجربة جيدة لبعض اللاعبين اليوم. نهاية دوري مبروك، نهاية الموسم الدوري مبروك علينا البطولة، مبروك النادي الأهلي واللعيبة. تجربة جيدة استفاد منها اللعيبة كلهم اللي لعبوا النهاردة، أكيد هيشوفوا نفسهم تاني وهيشوف الدنيا كانت ماشية إيه خلال المباراة. هيشوفوا كان في لعيبة كان عندهم إمكانية النهاردة إن يكون ليهم تهديف زي رأفت خليل وكريستو. بداية جيدة المعتاد وهارد، لكن انه تعور وخرج، عمل واحدة زي ما قلنا بيطلع في الضربات الثابتة وعملها جت في العارضة، كان ممكن الكندوسي ترجمها الهدف بعد كده. بداية الشوط الثاني اكيد كان في تعليمات اللعب على منطقة الجزاء والجول نفسه. شفنا ضغط لعيبة النادي الاهلي وتحكم وروح جديدة وتيشيرت وكل حاجة، ده كله شفناه في 20 دقيقة، ولكن بدون فعالية. الفعالية هي انك بتوصل وبتوصل 3-1، لازم يبقى فيه خبره هنا والهدوء في التعامل. ده طبعا بيتوافر في لعيبه، وفي لعيبه عايزه بعض الخبرات واللعب الكتير قوي عشان الحكايه دي تبقى ايجابيات عندهم باذن الله. لكن انا مبسوط من اللعيبه كلها الحقيقه، مفيش حد النهارده اثر. في لعيبه هي دي حدودها وهي دي امكانياتها اللي احنا اتفرجنا عليه. ما بعد المجهود الكبير طول السنه ما تطلبش بقى النهارده انت انك انت تبحث عن التقييمات او تبحث عن ازاي نقول لعيب ده يقدر يكمل مع المستوى الاول ولا لا. الحقيقه كلهم لعيبه بروميسنج جدا، قدموا في ظروف تانية وفي محيط تاني يقدروا يكون ليهم وجود ويقدروا يكون ليهم ارتفاع في المستوى، ارتفاع في التفكير، في الذهن، في كل حاجه. كلنا اتعلمنا كتير قوي، بدايتنا كانت قويه جدا، ولكن اتعلمنا كتير قوي لما انغمسنا في وسط الخبرات اللي كانت موجوده. كان صحيح. عندنا كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحه يقول لك اللعيب الكبير ده جوهره عندي، هي اللي بتفيد الدنيا كلها، هي اللي بتفيد كل العناصر اللي تبقى موجوده حواليها، فبنحافظ عليها عشان الكيان يفضل زي ما هو. ودي موروثات من زمان، يعني احنا متربين ومنغمسين فيها، واحنا كلنا بنتمنى التوفيق لكل من ينتمي الى القلعه الحمراء وكل النادي الاهلي يعني. ف الشوط الثاني احسن من الشوط الاول كتنفيذ وفكره ووجود في الملعب. في لعيبه عندها شخصيه النهارده زي علي لطفي، النهارده شايف عنده ثوابت وبيتعامل مع كل كره، مفيش هيبه، مفيش خوف، مفيش حاجه مفتح عينيه، عامل حساب لكل تصويبه في المجال في المكان، بيطلع في كل كره. دي حاجات من الايجابيات اللي احنا برده شفناها النهارده. اتمنى لكل اللعيبه بعد كده الحمد لله خرجته بدون اصابه. نخش بقى على بطولة كاس مصر وتفكير جديد مع الفرقة كلها ان شاء الله بالتوفيق للأجهزة الفنية وللنادي والمؤسسة. ألف مبروك الدوري واللي جاي أفضل بإذن الله. بإذن الله رب العالمين.